السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل مكان في كل زمان. القصة الرابعة من قصص اليقين حدثت لنا في الشيشان في عام 1999، في نوفمبر عام 1999 أو بعدها بشوية، يعني في نفس السنة، يعني في الحرب الشيشانية الروسية الثانية. في هذا الوقت أنا ذهبت اتفاقا مع المكتب بتاعنا أن أنا أذهب لروسيا، من روسيا أنزل من موسكو للشيشان، ومن الشيشان أعمل اللي هو دراسة الحادثة أو دراسة الجدوى. في قصتين في اليقين حدثوا في هذه الرحلة. الأولى في إحنا في مطار موسكو، لما الطيارة وقفت بينا ومفروض نخرج من المطار ده على مطار محلي ونذهب لنركب الطيارة المحلية تودينا على منطقة اسمها أو مدينة اسمها عاوز بالنامش انغوشيتيا اللي عاصمتها نظران. فالمرأة اللي هي مسؤولة عن شركة الطيران بصت في الباسبورات وبصت في وشوشنا، وكان في حرب طبعا بدأت تدور هناك، وانا كان عندي لحية ومحمد عنده لحية اللي هو مسؤول المكتب في كبردين بلقاريا، وراحت جابت على طول اللي هي المرأة بتاعت الامن. احنا يعني طبعا حسينا انها مش عايزنا نطلع نركب الطيارة عشان الظروف الامنية اللي موجودة هناك، لكن قررنا انا ومحمد نحن نقول الحقيقة 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 الحقيقة. والحقيقة هي كانت ايه؟ كانت ان احنا في الوقت ده قلنا احنا رايحين نساعد الناس الغلابة اللي خارجين من هناك ومتضررين من كل شيء. فالست وتوكلنا على الله، قلنا مش هنقول الا كده عشان ما نكذبش. هنا بقى في كذب او في صدق ويقين في نفس الوقت. فالست اللي هي المسؤولة الامن، وكان بسم الله ما شاء الله، يعني عارفين انتوا النساء الروسيات لما يكون جسمهم كبير بسم الله ما شاء الله يكون اضخم من الرجاله، فقالت لنا اطلعوا الطياره. فطبعا المراه كانت بتكلمها بالروسي اللي هي بتاعت شركه، قالت لها اطلعوا الطياره دول جايين يساعدوا الناس عندنا. ربنا جعلها كجند من جنود الله سبحانه وتعالى، مجند للصدق الذي ينجي ألف مرة، ومجند لليقين اللي بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. نزلنا ووصلنا مدينة نظران، وبعدين دخلنا مدينة نظران بالعربية للشيشان في الوقت ده، وقعدنا في الشيشان أعتقد يومين أو أكتر نشوف كمية مدى الدمار اللي حصل من الطيران الروسي والمدافع الروسية على جروزني وعلى المناطق اللي حوالين جروزني. وطبعا لما حبينا نقابل بعض الوزراء هناك في الداخل فقلنا انتوا اتجننتوا، قولوا دخلكم، ده احنا كلنا خارجين من الايه من المنطقه وطالعين على الجبال لان الجيش الروسي داخل في عده ايام. خرجنا الحمد لله بعدها بعد الزياره في جروزني لمده يومين، خرجنا مع كميه كبيره جدا من الافلام اللي احنا صورناها. واحنا خارجين كنا شايفين الرتل الروسي داخل بدبابات ومدافع وعربيات ومجنزرات وكذا، يعني قبل ان تغلق الحدود ما بين انغوشيتيا وبين الشيشان في دخول الروس الجيش الروسي هناك. خرجنا وقررنا ان نقعد في نظران ومن حولها اسبوع او 10 ايام عشان نجمع الماده اللي هي هتساعدنا في عمل المشاريع. ومن هناك خرجنا بالعربيه انا وكان معايا اتنين، محمد اللي هو مسؤول مكتب في كبردين بلقاريا في نالشك، ومحمد زكريا ابن وزير المهاجرين في مدينة نظران في انغوشيتيا. واحنا خارجين من الحدود اللي هي الانغوشيتية الى الحدود اللي هو اسيتيا الشمالية، وقفنا عسكري بوليس وقال لنا انتوا الله اكبر خطاب، انا مش فاهم حاجة، هو بيتكلم بالروسي عارفين الله اكبر بس. وخطاب ده كان احد الناس اللي كانوا بيحاربوا، هو كان من الشباب العرب اللي كان بيحاربوا ضد الروس فيما مضى. وخدونا على طول من هناك على اللي هو سكنه عسكريه، حطونا فيها الى ان ياتي بعض المسؤولين يحققوا معنا. فكان معانا اللي هو ال 17 فيلم دول، ودول لو كان 17 فيلم دول لو كانوا يعني شافوهم كان يحسوا ان احنا دخلنا جروزني، وده قد يكون في تجاوز عندهم، في تجاوز امني عندهم. المهم قلنا لمحمد زكريا اللي هو ابن اللي هو الانغوشوتي يرجع بالعربيه واحنا هنتصرف. وفضلنا قاعدين في السكن العسكريه دي
ننتظر التحقيق لمدة حوالي ما لا يقل عن 10 ساعات. قبل ما يمشي محمد جه ضابط أمن روسي وبص في العربية وبص في روبة العربية ولقى فيه أفلام. قال دي أفلام؟ قال له آه أفلام. قال طيب ما خدهاش وحمدنا ربنا. وده جزء من اليقين برضه إن أنت داخل وما بتكدبش وداخل عندك رسالة وداخل عايز توصل للناس دول رسالة معينة. مشيوا وأنا قلت لمحمد اللي هو مدير المكتب إن يدي لمحمد الثاني الأفلام دي علشان إيه ما يمسكوهاش ويقولوا دي ذريعة ضدنا. قال طيب وبتاع ده. وفي الآخر إيه مشيت العربية وأنا كنت مطمئن الحال وعلى المساء. وأنا طبعا طول الوقت وإحنا قاعدين في السكن العسكري دي في يعني مش في سكن يعني في داخل المخيم العسكري ده وانا قاعد ما كنتش حافظ القران طبعا للاسف. وبعدين بعد كده اتفك وضوئي يعني حبيت اتأذهل للمرحاض. ما فيش مرحاض في حفره كده زي كنا الناس ما بيعملوا في كل حته. عملنا اللي عملناه الى اخره. وبعدين كان كل المأمر ده انا بقرا مش سورة ياسين بقرا ايه المعوذتين او اللي هو قل وقل هو الله احد قل اعوذ بالفرق مش عبد الناس وآية الكرسي واخبارك والله اكبر شاهد الوجوه. قعدنا عن الموضوع ده يعني وكان رباطي بين الله سبحانه وتعالى بين الله قوي جدا في الفتره دي. جم بالليل بقى مجموعه من الضباط الروس الى اخره وهم مترجمين. وحتى احد المترجمين ده كان معاه ايه؟ كان معاه قاموس انجليزي روسي. وقعدوا بقى يحققوا معانا. فانا بكل شويه مع محمد ايه يقول يترجم لي يعني. في الاخر حسيت بقى ان انا موصل رساله. قمت بقى ايه علي صوتي وزعقت وقلت لهم احنا جايين هنا نساعدكم ونساعد بلدكم ونساعد وطنكم ونساعد كذا وكذا 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 وكذا. انا عامل مثل هذه المعامله السيئه وقعدت بقى ازعق. رحنا اسفين بس انت التاشيره بتاعتك لموسكو فقط مش للمنطقه دي. قلت له انا لما بروح امريكا ها تبقى تاشيره كل ولايه في امريكا. قال احنا عندنا هنا مختلف. نعم ما فيش مشكله. ايه المشكله؟ قال احنا عايزين ناخد منكم غرامه. ايه الغرامه؟ قال 200 دولار. قلت له محمد دي 200 دولار خلينا نمشي. وعملنا المحضر وخرجنا. ده كان يقين بالاعتماد على المعوذات ويقول هو الله احد وآية الكرسي والله اكبر شهادة الوجود. لما خرجنا بقى ركبنا بقى جال نفس الضابط بتاع اللي هو العسكري اللي كان راكب اللي وقفنا ده ودخلنا قال له انت الله اكبر خطاب ده خدنا بالعربيه بتاعته حب ايه ياخد له كمان حسنه يعني كده سبوبه يعني. فمحمد رفض. محمد رفض رفض اطلاق. وقلنا ان احنا وصلنا بس على ايه اي محطه اتوبيس عشان نمشي على طول. فالمهم قبل ما نوصل لمحطه الاتوبيس دي جه تليفون لمين للعسكري اللي معانا ده. قال شوف معاهم افلام ولا معاهمش افلام. فانا بقول لمحمد انا عملتش فمسكت محمد. فطلعت من جيب انا فيلمين كانوا مش مستعملين ودلتهم ايه للعسكري. قال خلاص خدت الافلام معاهم يا فندم. يقين اخر ان انا اعطيت له افلام مقفوله والراجل خدها على انها افلام مستعمله عشان يديها للضابط اللي كلمه. واحنا واقفين بقى منتظرين الاتوبيس وده كان فيه يعني يفكرك بافلام عادل امام وسعيد صالح. انا بقول لمحمد انت طبعا دخلت الافلام مع محمد زكريا يخش بيهم. قال لا الافلام كلها معايا. قلت له يعني مش عارف اعمل فيه ايه اصوت اخنقه اقتله اضربه ما ينفعش يعني. كان موقف يعني صعب وكوميدي يعني موقف درامي وكوميدي في نفس الوقت. طب نرمي الافلام طب نرمي الاشياء الى اخره. ولما ايه وقفنا شويه وجي الاتوبيس وطلعنا في الاتوبيس. قلت له احنا انت تقعد قدام وانا اقعد ورا عشان الناس ما تحسش احنا ايه مع بعض. والاتوبيس كان حلزونه حلزونه. فضل ماشي بمنتهى البطء وفي منتصف الطريق صعد رجل امن من منطقه بعد دخول المنطقه بتاعه اللي هي كبردين بلقاريا يبص في العربيه. وانا طبعا قاعد بحاول ان انا ايه يعني ما اوريهوش نفسي وانا بعيد عن محمد الى إيه يعني. كان بقى كان منظر صعب جدا صعب. لكن كنا قاعدين في وقت ده كله نعتمد على الله سبحانه وتعالى في قراءه اللي هي ايه الكرسي وقل هو الله احد والمعوذتين الاخرتين الى ان وصلنا الى مدينه نالشك في قبردين بلقاريا عاصمة بلقاريا. وبعدين نزلنا قبل المحطة بتاعة الموقف الأتوبيسات واخدنا تاكسي وصلنا لقبل البيت بشارعين ثلاثة. قال يعني احنا ايه عاملين نفسنا بقى ايه أرسين لوبين وشارلوك هولمز بنستخبى من الناس. وبعدين قعدنا هناك والحمد لله الافلام اللي كانت معانا دي كانت هي السبب الرئيسي بعد الله سبحانه وتعالى في ان في خلال 3 اشهر 14 اسلامك ليف جمعت ما لا يقل عن 3 مليون دولار بسبب الافلام البسيطه اللي عملناها دي وزعناها على الناس. فكنا احنا المؤسسه الوحيده اللي باليقين استطعنا ان نصور باليقين ان ربنا نجانا باليقين استطعنا نجمع الاموال
ونوزعها على الناس هناك. وكان في ابريل تقريبا او مارس او ابريل سنة 2000 دخلنا مرة تانية وقلنا قد انفقنا على هذا الصدام العسكري داخل روسيا في الشيشان ما لا يقل عن 3 مليون دولار، وكان استقبالنا استقبال رائع واستقبال فاتحين ليس كالاستقبال الخائفين من قبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.